السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد، حلقة مميزة تستحقها عزيزي المشاهد. أخبار جديدة، بشار الأسد يغدر بإيران وحزب الله في سوريا. نتيجة ما يحدث في سوريا في خلال الأسابيع القليلة الماضية والأيام والساعات الماضية تؤكد أن ما يحدث سيكون نتيجته هروب إيران من سوريا، ولكن كل هذا يحدث بسبب أن هناك انهيار لتحالفات الشر. تحالفات الشر اللي هي بشار وإيران وميليشياتها وأيضا حزب الله أو حزب الشيطان. لكن إيه السبب في ده كله؟ السبب إن في عاصفة اسمها عاصفة فك الأزمات. عاصفة فك الأزمات بتقودها المملكة العربية السعودية باستخدام الكفيل الأكبر في المنطقة وهو الصين وروسيا، اللي ليهم اليد القوة لبطش إيران وميليشياتها، وأيضا بالتناغم مع الكيان الصهيوني لفك التحالفات في سوريا. واضح جدا أن المعادلة الدولية اتغيرت والسياسات بتتغير. اللي مش شايف السيناريوهات اللي بتتم في سوريا والمنطقة وما هو قادم أيضا في العراق واليمن واللي حصل ما بين السعودية والصين ودول الخليج والصين والقيادة اللي بتقودها السعودية، وأيضا التحركات الصينية والروسية في المنطقة العربية والخليجية، ولكن لخدمة مصالح المنطقة، لأنه الآن الوضع بقى مختلف. روسيا والصين يحتاج كل منهما السعودية والإمارات ومصر لأنهم يقودان الدول العربية، وأيضا لإزاحة أمريكا من المنطقة اللي بتشهد أضعف حالتها. أمريكا بتشهد أضعف حالتها، أضعف حالتها السياسية، أضعف حالتها الاقتصادية، انهيارات في أزرع وسياسة أمريكا في المنطقة. وأمريكا تلقت ضربات قوية جدا تؤكد أن نهاية النفوذ الأمريكي في المنطقة. طبعا الأمر ده لن يمر بسلام، وأن من يتعود على الشر وإشعال المنطقة لن يخرج بهدوء. ولكن الآن بشار الأسد واضح جدا أن هو بدأ أن هو يغدر بحزب الله أو حزب الشيطان وإيران في سوريا. الأمر إزاي؟ الأمر يبدو أنه كل ما فعله حزب الشيطان في سوريا لخدمة مصالح بشار الأسد أو بشار الكيماوي اللي قتل وفجر وخدم المشروع الصفوي وخدم المشروع الصهيوني في سوريا للأسف بكل جدية لخدمة مصالحهم. لكن العرض الأقوى الآن جه من روسيا وجه من السعودية، عاصفة فك الأزمات اللي احنا اتكلمنا عنها، وإنه في نفس الوقت جه العرض الروسي، وإنه يعني القاعدة الأساسية في التعامل في المنطقة هو كل من كان له وظيفة أو أنه وزير في المنطقة اللي إيران كانت حاطة إيدها عليها، روسيا والصين وضعت إيدها على المناطق دي، وأنه إيران يعني شيئا فشيئا هتبتدي ترفع أيديها في المناطق دي. لكن الوساطة أو الأوامر الروسية لبشار بعودة سوريا للدول العربية واضح جدا أن الأمر الآن يسير في طريقه الصحيح. أيضا دور الإمارات العربية المتحدة اللي بدأت من 2018 بفتح سفارتها في دمشق، وأيضا يعني مصر وزيارة وزير الخارجية المصري إلى دمشق ببداية التحركات، ثم الأوامر الروسية بحضور بشار الأسد إلى موسكو منذ حوالي أسبوع أو أكتر، وبعد ذلك زيارة وزير خارجية سوريا إلى القاهرة، ولكن رغم ذلك لم يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا جدة. كل ده في إطار الأمر السوري، موضوع سوريا، لأن موضوع سوريا مهم جدا لرفع إيد إيران من سوريا. عاصفة فك الأزمات لابد أن هي يكون لها نتيجة، لكن النتيجة دلوقتي الواضحة جدا في سوريا أن سوريا وإيران ضن، وأن اليمن ولبنان جاري الحل عليها طبقا لعاصفة فك الأزمات السعودية. ولابد أن أنت تقرأ المشهد جيدا،
يعني ايه ايران وسوريا دان؟ يعني خلاص ايران وسوريا نتيجة اتفاق بكين والرياض ودمشق ظاهر جدا في سوريا وظاهر جدا في ايران نفسها، تصرفات ايران نفسها. اليمن ولبنان جري الحل عليها، لكن ليس من الممكن أن يكون دفعة واحدة العواصم الأربع يتم حلها. العاصمة الأخيرة بغداد هيكون الحل فيه أخيرا، يعني بغداد هتكون الأخيرة، لأن بغداد معقدة أكتر لأنه فيها أمريكا وفيها إيران تهتم، يعني إيران ممكن تتنازل عن طهران ولكن لا تتنازل عن بغداد، لكن بغداد الحل فيها من جواها إن شاء الله. لكن في نفس الوقت أنه حزب الله اللي ساند، أو حزب الشيطان اللي ساند بشار الأسد بكل ما أوتي من قوة وساعد على بقائه وساعد على يعني ودفع كتير قوي حزب الشيطان، لكن النتيجة دلوقتي أنه كل ما فعله حزب الشيطان لصالح بشار الأسد أو بشار الكيماوي كل ده سيذهب هباء منثورا، وأصبح اليوم قريب جدا اللي هترى فيه عزيز المشاهد أن بشار الأسد باع حزب الشيطان وباع إيران قريبا جدا. واللي السؤال اللي أنا سألته أمس والإجابات كانت يعني جيدة نوعا ما، ولكن لم يت يعني ما كانش فيها تفاعل أكتر، وهكرر السؤال ده تاني. وفي سؤال تاني برضو مهم في آخر الحلقة، من يتحكم في بشار، روسيا أم إيران؟ إذا جاوبت الإجابة الصحيحة هتعرف إن إيران بتخرج، إذا جاوبت الإجابة الخطأ يبقى يعني عليك إن أنت تقرأ المشهد جيدا. هنا كل ما فعله ميليشيات إيران وحزب الشيطان لصالح بشار، بشار الأسد هينكره. ليه؟ لأن النكران من صفة المجرمين. معلش أنا بتكلم يعني عن بشار الأسد، لكن سوريا نفسها هتعود، يعني إحنا عشان بس الناس اللي بتزعل من إنه إزاي يتم وضع إيدينا في إيد مجرم زي بشار الأسد، إحنا يعني الآن أنت مجبر تتعامل مع سوريا كمؤسسات وأن الأشخاص زائلون. يعني إيه؟ يعني بشار الأسد دلوقتي موجود، غدا مش موجود، مؤكد إنه غدا مش موجود، وغدا دي يعني في القريب العاجل إن شاء الله مش هيبقى موجود، لأن سيتم الإتيان بمن يمثل الشعب السوري الشريف واللي إيده مش ملوثة بالدماء أو إيده مش مرتبطة سواء بتركيا أو بواشنطن أو بالدوحة، لأن في الأول وفي الأخير إن اللي مش راضي عن عودة سوريا للجمعية العربية ثلاث عواصم عربية، الرباط، المغرب، لانه شايفه المغرب شايفه انه سوريا مرتبطه بايران ومرتبطه بالحرس الثوري وانه موضوع الجزائر وان هم بيزودوا البوليساريو بالاسلحه، فعشان كده المغرب مش موافقه. وايضا الكويت مش راضيه عن عوده بشار الاسد، لان الكويت يعني للاسف يعني موضوع الاخوان مسيطرين عليهم شويه، لكن قطر دورها معروف جدا، مش عايزة سوريا تعود للدول العربية أو جامعة الدول العربية، لأنه أمريكا أوامرها كده، أمريكا مش عايزة عشان أمريكا إدت الأوردر لكده ليه قطر. لكن هنا في أمور محددة هيتم التوافق عليها. من هنا بشار الأسد نتأكد إن هو باع إيران، وبشار الأسد باع حزب الشيطان، والفراق الروسي الإيراني واضح جدا، الفراق الروسي الإيراني واضح جدا. لكن النتيجة الفراق الروسي الإيراني يعني نتيجة انهيار التحالف الروسي الإيراني والفراق ما بينهم هيكون إيه؟ هيكون خروج إيران من سوريا. أيضا الضربات الكثيفة والعنيفة اللي بتتلقفها إيران وميليشياتها داخل سوريا من بطريقه متعمده من الكيان الصهيوني ايضا ستعجل بخروج ايران. ولكن ايران ممكن جدا وارد ان هي تزيد تأزيم الموقف، لان بالنسبه لها مش سهل جدا ان هي تخرج، ولكن قلنا ان في عاصفه فك الازمات،
وهناك أوامر بالخروج من هناك. ولكن يعني نتيجة طبيعية جدا نهاية تحالفات الشر. يعني تحالفات الشر دي نتيجة حتمية ليها، عمر ما في تحالفات شر بتستمر. يعني تحالفات الشر إيران، تحالفات الشر بشار الأسد، تحالفات الشر حزب الشيطان، يعني كل دول شر وتحالفاتهم لابد من يكون ليها نهاية وانهيار ليها. هيقوم كل طرف بغدر الآخر، لكن اللي بدأ بالغدر بشار. أول واحد غدر بالثلاثة دول، من الثلاثة دول بالاثنين التانيين بشار. بشار غدر بإيران وغدر بحزب الشيطان بشار الأسد، وهم ما كانوش متوقعين كده. اللي حصل لإيران وحصل لحزب الله جوه سوريا في خلال الأسابيع القليلة الماضية وما سيشهده الأحداث داخل سوريا في الأيام القادمة هيكون صعب جدا على إيران وعلى حزب الشيطان. كل طرف هيغدر بالتاني، ولكن بشار هو اللي سبق. على فكرة في عسكريين سوريين، طبعا إسرائيل يعني تقريبا ما بيمرش 24 ساعة إلا ما بتقوم بقصف متعمد لمناطق معينة في سوريا زي مخازن أسلحة حزب بتاع ده، مخازن أسلحة حزب الله أو الشيطان، أو مخازن فيلق البؤس الزراعي العسكري الخارجي للحرس الثوري في سوريا، واستهدافات لقيادات من الحرس الثوري أو فيلق البؤس اللي موجودين في سوريا. يومي تقريبا بيتم نفوق قيادات من الحرس الثوري، أيضا قيادات هامة من حزب الشيطان. هنا في أمر معين ومهم جدا، هي إسرائيل اللي بتستهدف حزب الشيطان في سوريا ما بتستهدفوش ليه في لبنان. يعني لبنان دوره مش دلوقتي، لكن كل اللعب كله داخل سوريا. هنا تفهم أن سوريا بتستعد لأمور جديدة، إنهاء وظائف من انتهى وظيفته. في عسكريين زي ما أنا قلت سوريين وإعلاميين سوريين صحفيين سوريين انتقدوا العسكريين السوريين ان هم ما تلقته سوريا من ضربات عنيفة في الايام الماضية المتسارعة المتكررة فاق التصور. فبيسألوا يعني لماذا لم يتم الرد، لماذا لم يتم الرد؟ لكن هنا بنتقل ان انا اطرح بقى السؤال، كم عدد الضباط من فيلق البؤس أو من الحرس الثوري أو من حزب الشيطان اللي تم هلاكهم داخل سوريا سواء دمشق أو دير الزور أو حلب أيا كانت المناطق اللي في سوريا، عددهم قد إيه؟ تقدر تحصرهم عزيزي المشاهد؟ صعب جدا. ليه السر في قصف المطارات زي مطار المزة، مطار حلب، مطار المناطق المحيطة بمطار دمشق، المناطق اللي هي على التماس مع مطار حلب؟ ليه الإسرائيل دايما الضرب في الحتة دي؟ أيضا هل يعني إسرائيل ستكتفي بضرب الطيران فقط، أم أن هذا الضرب هو تمهيد لهجوم بري؟ وهل أن إيران ستتلقى الضربات وتصمت؟ هي أسئلة كتيرة أوي عايزك تجاوب عليها عزيزي المشاهد. أم أنه يعني إسرائيل بس أنها تضرب ضربات بس جوية، ولا ممكن تدخل في اجتياح بري لسوريا لخلط الأوراق أو لإرغام إيران على الخروج؟ أيضا هيكون لصالح، يعني هل إسرائيل بتعمل لصالح السعودية؟ يعني إسرائيل هتقدم هدايا للسعودية، ولا أنه أصبحت إيران دورها انتهى وأنه ميليشياتها أصبحت خطر على الأمن القومي الإسرائيلي مثلا، وتهريب الأسلحة المتعدد المتكرر لحدود إسرائيل كلها لميليشيات المقاومة هناك؟ في نفس الوقت هل إيران هترتدي بالضرب وإن هي ما تردش خالص، ولا مرة واحدة فجأة إيران ممكن تقصف عبر ميليشياتها، مش عبر نفسها، عبر ميليشياتها اللي هي على المناطق المتقربة من الحدود الإسرائيلية القريبة من الجولان بمعنى أصح؟ هيكون في ضربات خاصة بالصواريخ التكتيكية أو بالمدفعية، هل ممكن يحصل الكلام ده؟ والأمر ده هيدي فرصة لإسرائيل إنها تقوم تاخده ذريعة وتدخل باجتياح بري؟ هنشوف المشهد الساخن جدا في سوريا بيعمل لصالح مين. هل عاصفة فك الأزمات ستنهي دور إيران وحزب الله بدون ضريبة،
أم أن إسرائيل ستدخل لخلط الأوراق؟ حفظ الله الجميع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.